السلام عليكم. المصطلح التحرش نتسرى خصطاس خاصة دي الأونة الأخيرة دي مرة من زراد مواقع التواصل الاجتماعي، ومؤخرا يبان دي جن قانوني غيتون في دن دنهان 15 شهر 9 2018 ظهان تدي سجن المجموعة من المستجدات كعقوبات حبسية بالنسبة للمتحرشين النساء، وأيضا بالنسبة للمتحرشات الرجال ضغرامات مالية تكون 13 مليون. إمارة ويسد عن شاني الجنس وذي الشارع يعني غذي التليفون نغي قذفيت زيشان وواروي حري، أيضا مرة ينتهك الخصوصية النساء شنو مرة ينشط سوا بلا الإذن النساء. إذا القانون يوزد كحماية يا ريزن تمغارين يحنجان تحنجات على حد سواء سمار الأنواع التحرش للاعتداءات يجا النفسية نغلف ذيا نغجنسية قيمت كينا حماية نغزا الساكنة تندين تنناضة ما غسن من غينين دي الموضوع نغلا تسندي لأن نهان 15 دي توان في القانون يجا التحرش مرات عدي تخشان تحران نغ تنشات سواء نسمو دي المواقع التواصل الاجتماعي ذي صغرا مثمالية تكوذر 12 مليون ذر حبس واش مدم غير نغوت شمون شبعد شبعد مره هو الضغط النار بعد تعدي وضح حرامين اولا مش مش خصنا مين يغش فهمت خو عاش قام كيغد السيغا كلوب فهمت واش تحل تروك غا مو هار قفوس ني قفز قف زيت عدي خافي شو خصبو عدي فهمت نمش يعني ش وات قربون عماذا يعني قفختوا فهمت المهم شبعد اش اوري سرق يعجبي فهمت نمش هو اللي خصنا مين يغ مش هذه من الناحيه ذي ذاش يعجب يعجبي بركي شقا ولا شغالو تشما غاري جسن عزيزي غاري غاري مهم فاميليين ومري عدي غزبنا ما قبرخش نورمال ايوا شقرا تم غثمرة عدا خش لان درت شي كراش الحق تحت هذا التدعيم سي نورمال شو تعدي خشاش شكو تقصدي واخا شغيعد واخا صوفي عدا ما تعدي حد الصباح يعني مري اي واحد دير وقته يتصدع بنادم وغير الحق يعني تدعي يعني اذا يسنى طاس من حوايج سبيسي فاش مي صدع سبيسي يعني غمر خص دابا شكش النومرو يتبع عيشام يعني خص اصلا القانون هادي فون خو الصباح يعني باش بالنسبه وريتي حرامين يعني القانون يطبق حرامين دي حرام يعني كيف كيف ولكن اكثر يا حرام يعني جات تاع ماشي دي حرامين خو جبو دي حرامين يجي كوات شكو يا حرام مي ايشنا يعني ايش عجبي القانون من الاحسن يعني طبقنا ما نشاك القانون يعني تخص غادي يطبق وتجربو كونتر الناس يعني تمني انه القانون يلي يطبق نيشان هذه قل شويه الفساد بعد امودي ديال المغرب ديال المغرب كمال وتمني القانون دغيا يطبق واش تيري خمار اخي حرام يعني اش معجبام ان القانون ديال خكلشي يعني ماشي بوخ حرام خفي حرام دي حرام من خكلشي تكون شمع بشتواري انا يعني القرار اللي جن حاجه ايجابيه بالنسبه لشي بركي ما يمي نتواري كثار تصن الحالات الاختطاف الحالات الاغتصاب يتعرض لنا في حرامين مش تواري وين تيجن خطوه ايجابيه باش هذه نقسم انايا زين مجتمعنا ما شخص هذا شنو قبل القانون يتطبق رخيا يزن يعني شك مثلا مرة شنها تعرض ذي شن الابتزاز نغي شن حشد زي تعرف انت حرنت ما بوذا يطرح ذا التدعي ذا نغلا بوذا ضح التدعي بور كي ما نيخ يعني تيري خو حرام نيخ يعني استنين يعني القانون يعني يطبق الجميع وجي خان غوه هند الشينوا وراني هني يعني هذا رضا عني القوانين غاثق الدولة مع هذا القرار حيت غيجي يحمي كاع الطرفين يعني حتى واحد ما غيكون متضرر وغيكون بنادم محمي بجوج الحالات غيخرج هو هاني وندير تصاوب يعني يكون حامي بجوج الطرفين يعني جا مزيان. إذا سولتك على كاينين شي نوع أو شي فئة ديال البنات أو حتى الدراري كيتعرضوا للابتزاز ولكن ما كيهضروش ما كتكونش عندهم الشجاعة كتعرفي حنا المجتمع ديالنا ما كيحمي حتى واحد كنعرفوا غير واحد يهضر في الآخر هذا دار هذا دار وأغلبية ديال المجتمع ديالنا متحفظة يعني ما كتكونش عندهم ديك القدرة أنهم يمشوا يدافعوا على راسهم ولا يمشوا يديروا شكايات علاش كتفضل العائلة تسكت على داك الشيء حسن ما أنها تفضح إيوا صافي هذا كيكون العواقب ديالها أنها إذا القانون جا هنايا في صالح الجميع جا في صالح الجميع وجا مزيان موضوع تشمينو من دم غينيغ موضوع عنش بالنسبة ينش يبان يجي الموضوع غريب جدا لأن موضوع وز ماذا من لأن أول حاجة بعد أخص ثم غاث قوايز الناس مردين سوء تفاهم من يغذين شن حاجات يخص بعد المحكمة أتصارع باش أتعذر جارسا ماشي باش تسكايز غير حبس لأن مجتت الأسرة مو أناني نضيع الأسرة ولكن سمحي يعني ذيني تفذيني الاعتداء قوذيني بالمفاهمة اعتداء إجن حاجة النغني بالنسبة لش سوار تعني في موار ربما بنادم يتيري حالة غضب يتيري أمو تيري معصب ربما ذيري نبع نحوج ولكن بالنسبة باش ذيري العنف اصلا الاسلام شين دين النغ والاسلام واخا شي بوت عنه في مغاري النغ باش نتنوث وانا شي حق باش نتنوث اصلا مش شك ما خشك القانون يتقن الحمايه ثمات ولا دوايز يعني لا دايز مرض عن في التمغاث عنف لفظي غير جسدي غاش الحق التدعي
نشوف شمنو يزنو خم صغار قشة القانون هو كيسجي قشة كيسجي قشة لا